السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم مرة أخرى. القائد الذي نريد أحباء الكرام لديه رؤية، ولديه رؤية مرشدة، أي رؤية واضحة تذهب إلى طريق واضح. دائما وأبدا اقرأوا التاريخ، استدعوا النماذج، استدعوا واستحضروا كل نماذج القادة الذين أثروا في فكر الأمة وغيروا تاريخ هذا العالم. استدعوا كل القادة في المشرق وفي المغرب، ستجدوا أن غالبهم كانت له رؤية واضحة وكان له هدف بعيد المدى. الرؤية أحبائي الكرام دائما وأبدا تضع الإنسان أمام المشهد الذي يجب أن يكون عليه. الرؤية التي تحتاج إلى وضوح وتحتاج إلى استنارة دائما وأبدا تظهر في البيئة الهادئة، البيئة الهادئة المنعزلة والتي تبتعد أحيانا عن الفوضى، لتضع هذا الإنسان في بيئة التأمل الجاد. أحبائي الكرام، الذهاب إلى أماكن فيها حب الاسترخاء، مكان العبادة، شاطئ البحر، المنتزه، الصحراء، المكان الذي تسمع فيه صوت العصافير والنباتات والأصوات الهادئة، التأمل في المراحل الأولى لحياة الإنسان أمر مهم، واستدعاء ذكريات الطفولة، وكلها أمور شكلت وجداننا وشكلت سلوكياتنا المتكررة وبنت إطارنا القيمي. إذن البيئة الهادئة والتأمل، ثم التأمل في سير الأنشطة التي مر بها الإنسان في حياته، في وظائفه حسب ترتيبها، حسب مواهبه التي اكتسبها خلال انتقاله في تلك الحياة. ما المهارات والمواهب التي استمتع بها كل منكم في حياته؟ في أي من المجالات تفوقت؟ وما الذي كان سهلا عليك؟ ثم بعد ذلك يأتي رقم 4 ضمن المقومات التي تساعد على وجود الرؤية المستقبلية. أحباء الكرام، هو سماع الضمير الداخلي. فكر دائما بلحظات حياتك التي اتخذت فيها قرارات منطقية وشعرت بصحتها. ماذا تخبرك هذه الفترات؟ ما الحدث الداخلي؟ وكيف تدرك ما الذي قمت به؟ الأثر المتروك، اسأل نفسك ما الذي سأفعله حتى لو لم أحصل على مقابل الذي كنت أحلم بالعمل فيه؟ ما رغباتي؟ ما الذي سأفعله؟ أحبائي الكرام، كل ما قلناه هي مقومات تؤدي إلى تحقيق الرؤية الواضحة والرؤية المستقبلية. البيئة الهادئة، التأمل في الطفولة، التأمل في السير وفي الأنشطة وفي المواهب وفي المهارات، ثم سماع الضمير الداخلي، ثم البحث عن الأثر المتروك، كلها مقومات تبدأ بهذا التأمل وهذه الرؤية الواضحة لتدفع الإنسان لكي يكون دائما لديه تلك الرؤية المستقبلية وتلك الرؤية المرشدة. الرؤية المرشدة إذن تبنى على ضوء خبرات إيجابية، تبنى على ضوء ما لديك من موروث، تبنى على ضوء ما لديك من مفردات تستطيع أن تبنيها. إذا أردنا أن نربي القادة فلا بد وأن نجعل الميراث الوجداني مهم في الاستحضار. إذا أردت أن تربي القادة داخل الصف أو داخل المدرسة أو داخل المسجد أو داخل أي مكان، لابد دائما أن يستدعي خبرات الطفولة الإيجابية، لابد أن يتأمل. أيها الأحبة الكرام، التعليم والتربية التي لا يكون فيها التأمل ركن أساسي من أركانها، لا يمكن أبدا أن تفرد لنا ولا أن تخرج لنا جيل يستحق أن يكون قائدا. ألتقي بكم على خير في أمان الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.